بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ومع طريقة جديدة من طرق حفظ القرآن الكريم. طريقة اليوم بعنوان طريقة الشيخ عبد الله لجبرين في حفظ القرآن الكريم. هذه الطريقة المباركة استخدمها الشيخ ابن جبرين رحمه الله، يعني بعض العلماء بيقول على الطريقة دي خلاصة المتقنين، يعني المتقنين للقرآن الكريم ولحفظه. وقال عنها الشيخ رحمه الله: حينما ختمت القرآن بهذه الطريقة لم أعد للمراجعة 40 سنة وحفظي لا يخطئ. الله أكبر، يعني يقرأ غيبا من صدري بدون مراجعة. طيب الطريقة ايه؟ احنا كده اتشوقنا له. الطريقة كالتالي: رقم 1، يبدأ الطالب بحفظ نصف وجه او وجه او اكثر، يعني حسب قدرته. في واحد بيقدر يحفظ وجه، واحد بيقدر يحفظ ثمن، واحد بيحفظ اقل او اكثر، وهكذا. ويسبق ذلك طبعا التصحيح للتلاوة على شيخ، ما ينفعش يحفظ لوحده، لازم يكون في شيخ بيحفظ عليه. ويفضل ان يحفظ بطريقة الحفظ التسلسلي كما بينت فيما سبق. ازاي هي؟ يعني بحفظ الآية الاولى، ثم بعد ان احفظ الآية الاولى انتقل الى الآية الثانية واحفظها، ثم اجمع الآية الاولى والثانية واحفظ كلاهما، ثم انتقل الى الآية الثالثة واحفظ الثلاث آيات، وهكذا الى نهاية الحفظ المكرر. رقم 2، بعد ان يتم الحفظ يغلق المصحف او يغمض عينيه ويسمع غايبا من صدره المكرر الذي تم حفظه لأحد إخواني، يعني لأخيه أو لأختي أو لأبيه أو لأمي أو لصديقي أو لصديقتي، لا يجوز، يسمع لأي أحد من أرحامه 20 مرة بعد صلاة الفجر. المفروض أنك أنت بتجلس بعد صلاة الفجر، وهذا أفضل وقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكوري، تجلس لحد الشروق وتحفظ المكرر بتاعك. بعد ما بتحفظ خلاص تقفل المصحف وتسمع 20 مرة بعد الفجر، ثم 20 مرة نفس اليوم بعد صلاة العصر، ثم 20 مرة اليوم التالي بعد صلاة الفجر وقبل أن يحفظ المكرر الجديد. الطريقة دي قوية جدا جدا، عشان كده أنا قلت رقم 3، حب لأخيك كما تحب لنفسك. قلت يدعو غيره للحفظ بهذه الطريقة. ومعلوم أن الدال على الخير كفاعله، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ملحوظة: لابد من المتابعة مع الشيخ الحافظ المتقن الحاصل على السند، من كان شيخه كتابه ضل عن صوابه. ويفضل كذلك الحفظ من المصحف المدني اللي بيبدأ بآية وينتهي بآية، وفيه مزايا كثيرة ذكرناها فيما سبق. شرح هذه الطريقة يعني إن شاء الله ننشره إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من الأجر والثواب، ونكون سببا في إقبال الناس على كتاب الله تبارك وتعالى. للاستشارة والأسئلة تواصل واتساب على هذا الرقم، هذا المفتاح مصر طبعا، 0020111489968. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.